السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. نينوى فساد بأدلة دامغة، ومحافظها يلوذ بجدار البرلمان لدرء قرار إقالته. الأزمة اليمنية، وفد صنعاء التفاوضي في الرياض لبحث جهود إحلال السلام. حياكم الله مشاهدي الأحبة، بعد أن خرجت نينوى من صراع دام مع الإرهاب، ها هي تصارع كماشة الإهمال وذئاب الفساد اللي أنهشت جسد مشاريعها، فالمناطق لا تزال مدمرة والمليارات مفقودة بحسب نواب المحافظة اللي اشتكوا سوء الأحوال لرئيس الوزراء وسلموا أدلة دامغة عن حجم الفساد، غير أن محافظ المدينة اللي استبق التحركات الضدية لاذ بجدار البرلمان لدرء قرار إقالته بعد كم المشاريع المتلكئة والإنجازات اللي تغيب عنها الرؤى الاستراتيجية، فضلا عن الحماية الظلية التي توفرها أربيل المسؤولين اللي يراعون التمدد الكردي في مناطق شتى من مدينة أم الربيعين، اللي تعيش صراع بين جبهات متعددة احتمالية الوفاق بها غير واردة. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصادنا في هذه الليلة، على مدار سنوات الحرب في اليمن وبالعنوان الأدق الحرب على اليمن، كان ينظر من خلال الأزمة اليمنية باعتبارها واحدة من حالات الصراع الإقليمي، وهو ما يعني أن أي عملية تسوية للصراع يتعين أن تكون في سياق الحل الإقليمي، غير أن الوصول لمرحلة تفكيك الأزمة يحتاج إلى استحقاقات أوسع، فإحياء الوساطات بات لزاما مع تزامن التحذيرات المتصاعدة من صنعاء واقتراب الفرصة الأخيرة من خط النهاية، فهي منذ عام ونصف العام لا تزال حبيسة الأدراج دون تحقيق تقدم في الملفات الإنسانية، واللي عدها الحوثيون شرطا أساسا لاستكمال المحددات اللازمة للسلام والضامن الحقيقي لعدم تجدد دورة التصعيد. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، بهذا الملف ارحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الاستاذ مؤيد الجحيشي السياسي المستقل ضيفا كريما، اهلا ومرحبا بك استاذ مؤيد، وكذلك الاستاذ حليم سلمان الكاتب والصحفي، حياكم الله ضيوفا كرام. استاذ مؤيد، بصريح العباره والمعهود عن حضرتك، نتحدث عن مؤشرات الفساد في نينوى اللي يتحدث بها نواب المحافظه، هل هي حقيقيه ام تنوم عن صراع حول المناصب والنفوذ؟ يعني بداية تحياتي لكم ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الأيام. لك كل التحايا. طبعا أكيد لا يوجد هناك دخان بدون نار، والوضع في محافظة نينوى أكبر مما تحدثوا عنه النواب، هناك أشياء تلافوها النواب، تعرف تشكلت لجنة عندما حدثت كثير من العقود والمقاولات والأشياء التي يجب أن تحدث في مدينة الموصل كإعمار، كلها أصبحت خيالية ووهمية وعقود يسودها الفساد بشكل كبير جدا. يعني من ضمنها مستشفى ابن سينا، يعني مستشفى ابن سينا أعطيت لشركة عراقية بالذات، يعني شركة من أقليم كردستان لشركة كردية، ثم تعاقدوا مع شركة تركية وتدخل بها، يعني حسب ما نشر بالإعلام وكشفت هذه هذا العقد، 37 مليار بس نسبة الفساد بها بهذا العقد، 37 مليار فقط، يعني المساومات النسبة المئوية من العقد. فتتحدث عن الطرق، نتحدث عن الجسور، نتحدث على كثير من العقود وهمية أكثرها.
خيالية، أسعار خيالية، طريق يعني عقد لتعبيد تبليد طريق ما يتجاوز سعره 6 7 8 مليار، انطوا ب 17 مليار للمقاول لأن المقاول وراء 3 4 نواب جابوا له الإحالة، يعني مساومات كثيرة جدا. واعترف والمحافظ نفسه اعترف نجم الجبوري قال نسبة المساومات تصل إلى 10% بالعقود، هو نفسه قال مو احنا قلنا. وتسأل الشركات والمقاولين من الموصل يقول لك احنا كل شيء ما محصلين، هناك 5 شركات في محافظة نينوى، كل العقود عقود المحافظة تعطى لهاي الخمس شركات، ثم احنا نجي طرف ثاني طرف ثالث ناخذ من عند هذولا هاي الخمس شركات. ومنها شركتين خاصة بالنائب، يعني هاي اللي اول مرة اني اكشفها وهاي مثبتة وراح تنكشف بالبرلمان غدا بعد غدا يوم الاثنين، وبهيئة النزاهة يوم الثلاثاء عندهم. انت شفت الكتاب والقرار مال الاستضافة، المحافظ و14 مسؤول معاهم، احمد الجبوري النائب احمد الجبوري مو احمد ابو مازن ابو صلاح الدين، احمد الجبوري ابو الموصل عنده شركتين، ماكو عقد تنفيذي. ليش اكو هواي شركات حتى ميزت النائب الاول عن النائب الثاني؟ لا اكو احمدين وشركات ايضا متعدده، وحتى فرزت بيناتها سامويت. هم خمس شركات، خمس اثنين من عندهم لاحمد الجبوري للنائب احمد الجبوري، ماكو عقد تنفيذ بداخل الموصل اذا مو هاي الشركتين تاخذ. طيب يعني ادري انت تنفيذ بالبلديه في هاي الحاله، يعني راح تكون هاي وسيله دفاع. استاذ حليم حياك الله مجددا. المحافظ يقول العين على منصب المحافظ، هذه الشركات وهذه الصفقات يتحدث بها السيد الجحيشي، هل راح تكون ميكانيزم دفاع امام المحافظ نينوى؟ السلام عليكم. عليكم السلام. يعني في العراق نقول رب ضارة نافعة. شوف هذا التنافس السياسي او وجود تعدد الاحزاب السياسية او التكتلات السياسية وربما تعدد المكونات في نينوى هو يؤدي الى خلق حالة رقابية على البعض، وبالتالي يمكن الان السيد الجحيشي يكشف بعض الملفات الان من خلال هذه المنصة الإعلامية وهو متيقن لأنه هو مطلع. أنا أقول أن هذه العملية هي بحد ذاتها ترتبط بقوة الرقابة، حتى لو كانت الأطراف التي تراقب بعضها هي متورطة خلينا نقول في عملية الإخلال، لا أريد أن أقول الفساد لأنني لست مطلعا يعني على الوثائق، أقول الإخلال في المال العام حتى لو كانت متورطة هي تساهم بشكل غير مباشر في فضح هذه الشركات أو فضح بعض الأفراد المرتبطين بالمحافظ أو غير المحافظ أو الجهات المنافسة للمحافظ. لكن يعني مدينة مثل نينوى الموصل تعتبر ثالث أكبر مدينة في العراق، مدينة حيوية مهمة لديها حدود مع جارة تركيا ولديها إمكانيات هائلة. هذه المدينة يجب أن تحكمها سلطة محلية تمتاز خلينا نقول بالنزاهة وبالقيادة الصحيحة، وتبحث فعلا في حيثيات إطلاق مشاريع الخدمات الحقيقية. الموصل يعني أكلت ما أكلت من الإرهاب، وبالتالي الآن الشعب في الموصل يسأل عن الخدمات ويسأل عن الرعاية. نحن نشاهد يعني بين الحين والآخر أن هنالك مشاريع تطلق، لكن للأسف أيضا مقابلها نشاهد أن هذه القسم من هذه المشاريع يتحدث نواب ويتحدث وجهاء ومتنفذين في الموصل أن هذه المشاريع قد يشوبها يعني تهم الفساد أو حتى تهم التنفيذ الخاطئ لهذه المشاريع. طيب لجنة النزاهة أستاذ مؤيد، لجنة النزاهة النيابية راح تستضيف محافظ نينوى وعدد من المسؤولين المحليين للتدقيق في عدد من ملفات المشاريع، يعني باعتباركم قريبين من جهود محاربة الفساد. أستاذ حليم ابتعد لأنه لم يطلع وهو دقيق جدا بما يصرح به. جهود محاربة الفساد يعني
قدرة هذه اللجنة، إمكانيتها على تحديد هذه الملفات، القدرة على إنفاذ مقرراتها شلون راح تكون؟ يعني قبل لا أجاوبك على هذا السؤال يجب أن أذكر أنه الحكومة المركزية في بغداد قد منحت محافظة نينوى من 2019 إلى حد هاي 2023 6 تريليون دينار تنفيذ، مو يعني تنمية الأقاليم أو غيرها، لا وصلت إلى البنك في محافظة نينوى ليد محافظ نينوى، لإطلاق يد محافظ نينوى بالمشاريع. المشاريع التي تسمعون بها بالمحافظة يعني عبارة عن مشاريع زرق ورق، يعني مثلا التبليط أخذوا حدود 4 مليارات لتبليط وإصلاح الجسر الثالث، قبل شهرين افتتحوه، هاليوم رجعوا سدوه مرتلخ، راح يقشطوه مرتلخ ويعيدوا التبليط مرتلخ. يعني صح اكو فد مشروع اطلقت الاموال ماله ونفذ، بس تنفذ بشكل خاطئ لانه سبب الفساد اللي موجود به اشكال كثيره جدا. المستشفيات مثلا، انت عندك مستشفى ينراد له ترميم، مستشفى انت هي مقصوفه ينراد له ترميم، هو ايش سوى؟ هد المستشفى ورجع جاب كرفانات، اتفهم عليه؟ هد المستشفى وجاب كرفانات حتى فيما بعد يشيل الكرفانات، الارض ملك للدوله، لوزاره الصحه راح ياخذها استثمار مستشفى اهلي. هاي تفكيرهم. مدارس، انا مشتعل قلبي على مدارس ورا 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 التحرير. استاذي العزيز استاذ حليم، العفو استاذ، ما ينراد له بس لبخ صبغ باب واقع شباك تصليح، والله وقعوها، جابوا شفلات ووقعوها وجابوا كرفانات من مكانه، والله شنو؟ احنا سوينا مشروع. يعني عقليه هاي عقليه ما الواحد يريد يبني وعمر؟ اضافه الى انه النواب ايش قالوا؟ هسه النواب اللي استدعوه، هذا نعم. عوده الى سؤالك. نعم. قالوا تعال احنا انطيناك، مو احنا يعني الحكومه المركزيه باعتبار النواب الطرف الثاني. قالوا انطيناك 6 مليار، ويني 6 مليار على ارض الواقع؟ ويني؟ قال اني صارف منها تريليون ونص، يابا الباقي وينه؟ يقول هذا كلام، هذا بالاعلام يعني هو يحكي، هذا مو من عندي، هو يطلع قال ايه الاربعه ونص الباقيه بعد مشاريع لم تنفذ. زين المشاريع اللي لم تنفذ ويني؟ يا هي المشاريع اللي لم تنفذ، مشروع ماء ومجاري مثلا متلكه، انطى مشروع ب 60 مليار دينار مال ماء ومجاري اشتغلوا به شهرين وبطلوا. مشروع مال صفحه الاخ مال الجانب الايمن، هال العلم المعركه كلها كانت بالنهايه بالجانب الايمن، هو دا يعمر لي بشكل وهمي وخيالي بالجانب الايسر، يمو الايمن هو اصل الموصل الايمن، عايف الايمن وعيعمر بالايسر. تجي على جسر مكان ما يعمل مثلا نفق وتلافيا للتقاطعات والترافيك لايتات، سوى جسر. هسه هذه المشاريع تقول زرق ورق عبرت عنها، ذكرتنا بعبعوب، يعني التخصيصات المركزيه غير اكو اموال صندوق اعاده الاعمار واموال منح دوليه، يعني مو فقط الحكومه المركزيه، يعني تتحدث فقط عن هذه المبالغ وغيرها الكثير ايضا. استاذ مؤيد، هاي من ضمن الملفات اللي راح يحققون بها ويتساءلون عليه من ضمنها. هناك اعتقد لو 20 لو 60 مليون منح دوليه، وهناك ما يقارب ال 80 مليون دولار، انا اتكلم 20 الى 60 مليون دولار، و 80 مليون دولار كانت من منظمات اجنبيه عمرت وسوت كثير بالموصل، وحتى اكو ملف يعني تقدر تضحك عليه تقدر تبكي عليه، منظمه اجنبيه جابت اجهزه لجامعه الموصل. محافظ نينوى سوى طبعا مو نجم الجبوري اللي قبله نوفل العاقوب، شال العقود مال هاي الأجهزة، تعرف تدخل بموافقة المحافظ الأجهزة وتجي على الجامعة، هاي الأجهزة الكتب مال الرسمية شالها، راح أخذ بها فلوس من الدولة، قال أنا اشتريتها، هي المنظمة جابتها للجامعة. فمن هاي العقود ومن هاي المقاولات ومن هاي الأشياء موجودة كفساد بالموصل. كل ملفات تعرف أنا مو نايب ولا أنا مسؤول بالنزاهة حتى أعرف أسحب الملفات من الدوائر. هذول النواب اللي خاصة جماعة الموصل، يعني نواب نينوى، قدروا عن طريق اللجنة اللي قبل شهر أزيد من شهر تشكلت من البرلمان، سحبوا هاي الملفات من الدوائر المعنية بمحافظة نينوى
وجابوها على البرلمان وطلبوا باستضافة المحافظ و14 مسؤول ومن ضمنهم معاون رئيس هيئة الاستثمار. هسه كل هذا استاذ مؤيد خليني بس اكمل هاي مال معاون رئيس اللي هو مصعب الجرجري. مو تقلب علينا المواجع والله استاذ مؤيد. مصعب الجرجري استاذ العزيز ناقش واحدة واحدة. طلعوه قبل 20 يوم طلعوه من المنصب ورا خمس ايام رجع. تفتهمني يعني لا هاي صايره موجودين هو ابو زين استاذ حليم يعني محافظ نينا ونجم الجبور استبق كل هاي الخطوات ولاذ الى البيت التشريعي اللي هم ربما يعتبرهم داعميه 15 توقيع نيابي يقدم لمجلس النواب هذا ال 15 توقيع هل راح يفوت الفرصه يعني بخصوم نجم الجبوري وتكون له جدار حماية تحمي من إقالته؟ يعني أنا قلت أن هذا هنالك تنافس على الموصل ومن ضمن الشخصيات المعروفة التي تتنافس على الموصل شخصية رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي. يجب أن يذكر ما هو دور السيد الحلبوسي في توفير هذه الحماية التي تتحدث عنها عن المحافظ الحالي السيد نجم الجبوري. أيضا وهي مسألة جدا مهمة أقول ما هي الاستعدادات لهذه الكتل السياسية أو التيارات السياسية في الموصل إن كانت كردية أو كانت عربية أو أزيدية أو إلى آخره، ما هي الاستعدادات لمجالس لانتخابات مجالس المحافظات في الموصل كي تقدم برامجها إذا كانت برامجها حقيقية تريد إنقاذ المحافظة أو تجلب سلطة تنفيذية في داخل المحافظة مهمتها الرئيسية يعني إطلاق مشاريع الخدمات والحفاظ على المال العام. يبدو لي الآن من كلام السيد الضيف وأيضا مما نسمع من نواب الموصل تحديدا أن هنالك صراع ونفوذ يبدو لي على المال. أكثريتهم يتحدثون بهذه اللهجة ويبدو للسامع أن الأكثرية يبدو محرومة من جزء من هذه الكيكة. يبدو نجم الجبوري سبب لهم إزعاج كبير. ليش؟ لأنه يبدو أنه مدعوم من جهة تشريعية عليا وفرت له هاي الأرضية من النفوذ كي يتحرك بهذه المساحة المتوفرة إليه. هنا السؤال المهم، إذا كان هنالك جدية إلى السادة نواب الموصل بأنه اتفقوا أن هذا المحافظ غير صالح، إذا كانت هناك جدية عليهم أن يقدمون مشروع واضح لاستجوابه بالتعاون مع الكتل الأخرى داخل مجلس النواب، وبالتالي هذه هي الديمقراطية. هاي لعبة الديمقراطية تستطيع أن تطيح بأكبر رؤوس الفساد يمكن من نواب، عدد من النواب البسيطين يتحركون ضمن الأطر القانونية والتشريعية داخل مؤسسة البرلمان. يجي واحد يقول يجوز، يقول لا الموضوع مو سهل لأنه يعني خلي داخل حضرتك النواب لا يوافق. أنا أقول أن الإصرار تحدث عن الفساد والنزاهة. نعم رئيس الوزراء شال لواء النزاهة ومكافحة الفساد ونواب المحافظة أستاذ حليم البارحة التقوا ويا رئيس الوزراء. نعم. شرحوا له الأوضاع وكانت مفردة السوداني بصراحة لافتة. عدم التهاون إزاء ملفات الفساد تجاه أي تقصير. نعم. يعني هنا نقدر نقول أنه هذا التصريح أقنع نواب المحافظة السيد السوداني بالأدلة الدامغة، قنعوه يعني بهاي الأدلة. يعني أنا أعتقد هو هذا تهيئة للظروف. انتخابات مجالس المحافظات لم يبقى لها إلا القليل. نعم. في ديسمبر المقبل، وبالتالي كل هاي الأجندات اللي قاعد يشتغل عليها نواب المحافظة إذا كانوا فعلا جادين ذهبوا إلى السيد رئيس الوزراء وذهبوا أيضا للبرلمان لإثارة هذا الموضوع. أنا أعتقد من يصير مجلس محافظة في الموصل يمكن بالأيام الأولى
سيطيح بالمحافظ الحالي ويأتي بشخصية جديدة. زين، هنا عندنا أيضا لغز تحل لنا اياه ساد مؤيد من لطفك، العودة إذا رجعنا لموضوعة الوثيقة والتواقيع النيابية، من ضمنها 9 تواقيع لنواب من الحزب الديمقراطي يرفضون إقالة المحافظ، أكو سر بهاي الإجراءات؟ لو أنه هي قناعة بماكو ملفات فساد وأكو نزاهة بالموضوع. لا طبعا، يعني مبدئيا أو خلينا نقول أوتوماتيكيا، يعني أنه النواب الأكراد هم من يلتزمون نجم الجبوري. هذا اللي هاي التواقع. احنا مره ناخذ كلامك سياسي مستقل استاذ مؤيد، ومره ابن المدينه المواطن الموصلي اللي عايش المعاناه اللي على الارض. مو اذا النواب العرب يريدون يقيلون نجم الجبور لانه فاسد او هناك عليه شبهات فساد، والنواب الاكراد يرفضون، فهذا شنو معناه؟ والملفات ملفات الفساد واضحه على أرض الواقع بالموصل، يعني كأرقام وكأسعار وكتنفيذ على أرض الواقع موجودة، مو تقول خيالات. يعني شنو معنات؟ معنات أن النواب الأكراد يدعمون نجم الجبوري، والنواب العرب يريدون يشيلوا، وما والموضوع ما يخلو على أن هناك طمع في أموال المحافظة، ولكن المحافظة 90% 80% عرب، والباقي من باقي القوميات والأقليات، فليش يعني أكو تجيها داعمة خارجية، والموصل ومحافظة نينوى متروكة من 2003 للأتراك، وهذا موضوع يعني ما حد يعرفه إلا فقط المتغلغل بهذا الموضوع، نفوذ تركي بالاتفاق مع أقليم كردستان وبالاتفاق مع بغداد من 2003، محافظة نينوى نفوذ تركي. تقول لي شنو الدليل؟ أقول لك الموصل ساقطة بيد الدواعش، وما شرطي يقتلون، جندي يقتلون، موظف بالدولة ذات نفوذ قبل 2014 يقتلوه، والقنصل التركي هو والباقي موظفين السفارة يطلعون بباصات 2 وعوائلهم يطلعون من الموصل وكأنه كل شيء ماكو. لا والله مو 40 يوم الموصل ساقطة، والقنصل التركي طلع بالباصات من الموصل. يعني أنا من أقول نفوذ تركي، يعني عندي 100,000 إثبات على هذا الموضوع. فهو هذا موضوعنا. وتجي اكو يعني انت شوف نجم الجبوري يمتى تنصب محافظ نينوى؟ تتذكرون كان اكو قرار بحل مجالس المحافظات بالتاريخ الفلاني، يعني ما يخطرني التاريخ ايش قد. فهم قبل بيوم صوتوا على اقاله منصور المرعيد وتنصيب نجم الجبوري محافظ نينوى. طيب، ثاني يوم انحلت مجالس المحافظات. هسه ما افشي سر، يعني قبل ما ندخل البرنامج استاذ حليم كان الحديث يدور مع الاستاذ الجحيشي وانه يسمون المحافظ بمحافظ الظل. من المتحكم الاساسي باداره المحافظه في هيك حاله؟ سيروان الرجبياني النائب الاول. اجاك نقل استاذ حليم. لا هاي معروفه، هاي مو سر، يعني حتى يعني العلم ترى خلي الجمهور يسمع، نجم الجبوري ما يوقع على اي عقد، ما يوقع على اي صرف مبلغ، كله بيد النائب الاول سيروان الرجبياني، وهي من صلاحيات المحافظ او اي مدير احاله الصلاحيات والتواقيع للمعاون او للنائب. باكر استاذ حليم النزاهه لما تكون بمكافحه الفساد وتقوم بواجبها، منو راح يكون بالواجهه؟ الظل ولا الاصل؟ والله يفترض اي شخص متورط هو هيئه النزاهه تطبق عليه القوانين والتشريعات وتنال من عنده. لكن انا اريد اوضح نقطه بهذه المناسبه. يعني اعتقد كل مسؤول سمحافظ وزير وكيل وزاره يستعمل منصات التواصل هذا التصوير والبهرجه والاغاني، يتمشى بالشوارع ويهتفون له بالاغاني او يالفون له اغاني، هذا مسؤول فاشل وفاسد. وبالتالي واحد من هؤلاء هو السيد محافظ الموصل الحالي نجم الجبوري. نجم الجبوري يمتلك منصات كثيرة، يمكن على جميع المنصات المعروفة، تيك توك، فيسبوك، تويتر، انستغرام، تشوف انه هذا المحافظ الصبح تشوفه والظهر تشوفه والمساء تشوفه، الناس تغني له، يتمشى على الكورنيش، يطلع من مكتبه، توه قاعد من النوم. أني أعتقد هذه مثلبة بحق المسؤول
أن يظهر بهذا الشكل. الإعلام يعني صناعة المحتوى لأحداث يمكن مهمة يمكن أن يروجها إلى مدينته، مو قاعد لابس سكيتشرز وبنطرون جينز ويتمشى بالليل أنت ويرافقوا له من هاي الأغاني الجديدة اللي يطبلون بيها للمسؤول إلى أنه يوقعونه، لأن هاي عملية يسمونها نفخ. نفخ هاي بعلم النفس سيكولوجية، وبالتالي أذونه. أنا أعتقد هذا الأخ نجم الجبوري يعني ساي مناسبة هو مثال راح نضربه لجميع الأخوة المحافظين أو الوزراء أو ابتعدوا ابتعدوا عن الإعلام هذا التهويل وصناعة يعني هنا يصنعون من عنده فد شيء وكأنه هو المنقذ لهذه المدينة والمحافظة. نجم الجبوري خلي سمعوني أهل الموصل، نجم الجبوري هو خادم في المحافظة، خادم لأهل الموصل. ليش؟ لأن هو موظف في الدولة العراقية من حوث ثقة أن يمارس هذه السلطة كمحافظ للمدينة. وبالتالي يا أهل الموصل صدقوني لا تحتاجون تدنون يمه ولا تصفقون له ولا تهوسون له، غصبا عليه يقدم الخدمات، غصبا عليه يقدم الخدمات ويخدم المدينة ويخدم أهل المدينة. وأرجو أن تكون هذه الرسالة تصل إلى جميع المسؤولين في العراق، اتركوا المنصات، ترى المنصات قاعدة تأذي المواطن العادي. حكومة كاملة حكومة تصوير فيسبوكية المواكب. صارت وتالي إنجازات يعني طلعت صفقة قرن وطلعت ما كثير من الأمور اللي هسه مو محل ذكرها. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ حليم سلمان الكاتب والصحفي، والشكر موصول لجنابك الأستاذ مويد الجحيشي السياسي المستقل، ضيوفا أكارم في الأستوديو. ونتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. الأزمة اليمنية وافد صنعاء التفاوضي في الرياض لبحث جهود إحلال السلام. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور علي الجبوري استاذ العلوم السياسيه في جامعه بغداد، حياكم الله دكتور. وكذلك ارحب بضيفي الكريم الدكتور محمد اليمني الباحث في الشؤون الاقليميه والدوليه يحدثنا عبر سكايب من مصر، حياكم الله ضيوفا كرام. الازمه في اليمن دكتور علي اصلها اقليمي، بالتالي الحل سيكون اقليميا ايضا لو اكو مسارات اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك استاذ احمد ومن خلال شاهدي قناة الأيام الكرام. مشكلة اليمن أو أزمة اليمن كانت يعني وفق تفاعلات الآن بدأت هذه يعني المعطيات التي بموجبها اندلعت هذه المشكلة، واللي هي حقيقة بحقيقة الأمر توصيف الحقيقة هي حرب على الشعب اليمني من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها فيما بعد، وكان واستخدم به كل الأسلحة سواء كان من خلال القصف الجوي أو من خلال العمل البري المباشر. اليوم حقيقة المتغيرات اللي تشهدها المنطقة والعالم وتحديدا في داخل المملكة العربية السعودية بدأت هنالك معطيات باتجاه عملية تصفير المشاكل، وخصوصا فيما يتعلق في ملفين، ملف السوري وملف اليمني. الآن فيما يتعلق بملف اليمني أنا أعتقد حل الأزمة هو حل سعودي بامتياز، حتى ما لا يوجد هنالك حل إقليمي في هذا الموضوع، لأن الموضوع هو أساس التورط هو تورط من المملكة العربية السعودية التي بدأت بالعمل العسكري كحل الأزمة التي يعني اندلعت آنذاك،
وكان هنالك جمله حلول تم القفز عليها والذهاب الى الحل العسكري اتكاء او ارتكازا على فارق القوه بين كل من المملكه العربيه السعوديه بكل ما تمتلكه من ترسانه عسكريه وتأييد اقليمي ودولي وما الى ذلك، وفي قباله الامكانات المتواضعه للشعب اليمني ولقواه، فقط الفارق كان هو في يعني موضوع الإصرار على المقاومة واحترام خيارات الشعب اليمني وعدم التسليم لكل هذه الهجمة اللي كان يستهدف من عندها مصادرة قرار الشعب اليمني. نعم، حياك الله دكتور محمد. مجددا نتحدث عن سلطنة عمان، لما يتحدث الدكتور الجبوري عن أن هنالك السعودية ودول بعينها هي المعنية بالحل، ولكن لو أخذنا سلطنة عمان وكل الجهود الأممية، هل وفرت الشيء الكافي من أرضية مناسبة وملائمة للحوار والمباحثات؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. لك كل التحية. في البداية أستاذي الكريم نتكلم عن الوساطة العمانية، هي بالفعل حاولت مرارا وتكرارا تقريب وجهات النظر وأيضا يعني بنية أرضية متاحة للجانبين، متاحة للحوثيين ومتاحة أيضا للمملكة العربية السعودية، ولكن خلينا متفقين في البداية بأن الطرفين لديهم مطالب ولديهم أيضا شروط. إذا تكلمنا عن الحوثيين في هذا التوقيت أستاذي الكريم، هم لا يريدون إنهاء يعني أزمة اليمن بوجه شامل وعام على الحرب اليمنية، ده بخصوص الحوثيين، ولكن هم يريدون إنهاء النزاع وإنهاء الصراع المسلح وتثبيت أيضا السلطة الحوثية كأمر واقع في اليمن. هذا أيضا من جهة أخرى، المملكة العربية السعودية كما نعلم بأن هي تنظر إلى عام 2030 ورؤية اقتصادية واستثمارات وما شابه ذلك، وأيضا بأن الحرب اليمنية كلفتها العديد من الخسائر في المنطقة وخاصة هذه الحرب، ولكن هي الآن تحاول بمقدور سواء بالوساطة العمانية أو أمور كثيرة جدا. ولكن خليني أتكلم معك أستاذي الكريم على ثلاث نقاط مهمين جاءوا بالرفض من قبل الحوثيين. المبادرة الخليجية كانت أولا، الأمر الثاني وثيقة الحوار الوطنية، أيضا بخصوص القرار الأممي 22/16. كل هذه الأمور وكل هذه المعطيات تدل بأن ما زال، وأيضا لابد أن أنوه على نقطة مهمة جدا، توقعنا بعد التقارب السعودي الإيراني وهذا التطبيع الذي تم بين الجانبين في مارس الماضي بوساطة صينية، توقعنا بأن الأزمة اليمنية تبدأ في الحل أو حلحلة الأزمة اليمنية، ولكن كثير لا يعلم بأن إيران الذراع الأيمن في الحرب اليمنية أو خاصة في هذه المنطقة هم الحوثيون. وأيضا إيران لا تريد أن تخسر هذا الوسيط، ولكن لديها مكاسب كثيرة تحاول أن تثيرها وتحاول أيضا أن تغتنمها بعد التقارب الإيراني السعودي، هذه أيضا من جهة. من جهة أخرى ما تفضلت به دكتور محمد، يعني الكثير من المعلومات ضخيتها حضرتك في الإجابة، خليني أمسك بعض منها. دكتور علي، يتفضل الدكتور اليماني بأن الحوثيين هم مسكوا بزمام المبادرة، ونتحدث عن دلالات الزيارة الأولى لوفد من أنصار الله الحوثيين إلى السعودية، ما هي هذه الدلالات دكتور؟ يعني أولا أولى هذه الدلالات أنه اتساقا مع الحوار اللي الآن دار بين حضرتك وبين الضيف، أنه بالضبط الآن المطلب عملية إنهاء حالة النزاع المسلح بين المملكة العربية السعودية وبين اليمن سموه مع الحوثيين هو مطلب مشترك، لكن هناك فرق كبير بين يكون المطلب مطلب من الحوثيين اللي هم تصدوا للغزو العسكري المباشر، وهنالك فرق إمكانيات لا يمكن على الإطلاق أن نقارنها مع إمكانات المملكة العربية السعودية، وبين المتطلبات أو الدوافع التي حدث بالمملكة العربية السعودية لأن
تذهب أو تنحى من هذا المنحى، اللي هي دوافع ذات طبيعة اقتصادية، يعني استراتيجية أو رؤية 2030 هي أحد الجوانب. هنالك استنزاف كبير للقدرات العسكرية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية، هنالك أيضا الضربات الكبيرة للمقاومة الحوثية اللي ضربت حتى عمق المملكة العربية السعودية، وأكثر من ذلك الشركات الرصينة متعددة الجنسيات وحتى الأمريكية شركة أرامكو، كل هذه حقيقة كانت الضربات كانت من يعني إفرازات أو مخرجات السلبية للأزمة اليمنية. بالتالي المملكة العربية السعودية الآن في واردة التحلل أو التنصل من هذه المعطيات. على هذا الأساس أنا أعتقد الآن زيارة الوفد الحوثي إلى المملكة العربية السعودية كانت بهذا الاتجاه، محاولة لاستكشاف إمكانية الوصول إلى حلول ترضي الطرف، ترضي شواغل الطرفين، بمعنى أنه تحقق الأهداف المملكة العربية السعودية في عملية الخروج بماء الوجه من هذه الأزمة، في قبالة أنه الحوثيين أيضا يحققون هدفا يتمثل في عملية المكافأة عن الصمود وال يعني في وجه هذه الهجمة العسكرية الضخمة. وفق نعم. هذه الدلالة دكتور محمد تفضل بها الدكتور علي الجبوري، بدأت أطراف النزاع السير على خطوات التسوية أم أن الحديث ما زال مبكرا على هذا الطرح؟ لا، في هذا التوقيت الأمر غاية في الصعوبة، لأن من ضمن الملفات المعقدة هو الملف اليمني والحرب في اليمن. لأن كما نعلم بأن يوجد قوة إقليمية وقوة دولية مشاركة في هذا الملف، هذه من جهة أخرى أستاذي الكريم، الجانبين وخاصة عندما تحدثت عن الحوثيون تكلمت عن بعض النقاط المهمة، لأنهم لا يريدون أن يخرجوا من هذه الحرب مكتوفو الأيادي في هذه الحرب، ولكنهم يريدون أكبر مكسب من هذه الحرب، وأنهم لابد من بعض الأهداف يتم وضعها على الطاولة وبعض الشروط على الطاولة. هذه أيضا من جهة أخرى المملكة العربية السعودية تنظر إلى مطالب الحوثيون بأنها يعني ورق الضغط على السعودية، بمعنى الصح أستاذي الكريم، بخصوص الحوثيون دعوا بأن لابد من يعني فتح الموانئ وفتح المطارات وصرف المرتبات ومشاركة صرف المرتبات من قبل الحوثيين وبعض المدن التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، بأن هذا أمر واقع وأنهم لا يريدون التقارب السعودي ولا يريدون إنهاء الصراع أو إنهاء الحرب اليمنية، ولكنهم يريدون مع مرور الوقت كسب أكثر من نقطة أو أكثر من هدف في هذا التوقيت، خاصة بعد التقارب الإيرانية أيضا السعودية. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى أستاذي الكريم، المملكة العربية السعودية وخاصة قبل جون بايدن كما نعلم بأن جماعة الحوثيين كانوا مدركين في قائمة الإرهاب، حتى إن جاء جون بايدن ورفع هذه الجماعة من قائمة الإرهاب. هذه أيضا من جهة، يوجد بعض التحليلات تقول بأن جون بايدن أيضا لا يريد أن يخسر هذه الجماعة حتى يتم استخداما مناسبا في هذه الحرب اليمنية. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، سؤال مهم أستاذي الكريم، هل بالفعل يوجد نية إقليمية ونية دولية لإنهاء الصراع في اليمن أو الحرب في اليمن؟ أقدر أن أجزم لك بأن لا يوجد نية ولا من الاتحاد الأوروبي التابع للولايات المتحدة ولا حتى في حالة عدم وجود هذه النية. دكتور علي، من أين يجب أن يبدأ مسار المفاوضات للأزمة اليمنية؟ أي النقاط راح تكون أكثر إلحاحا في هذا المجال؟ أولا يعني النقطة الأهم هي الكلفة اللي يعني تسببها هذه الحرب، وهنا نتحدث ليس فقط عن الكلفة المادية، الكلفة السياسية، الكلفة يعني الإقليمية والدولية. لاحظ معي هنا أن هنالك اليوم تصاعدت أصوات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي، داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، في أماكن أخرى،
رافضة بل ومنددة ببعض الإجراءات اللي تستخدمها المملكة العربية السعودية في عملية قصف المدنيين وما إلى ذلك. وبالتالي حتى بالنسبة للجانب الإقليمي، المملكة العربية السعودية بدأت تخسر كثير من حلفائها الذين كانوا يعني انضموا إلى التحالف اللي شكلته المملكة العربية السعودية في بادئ الأزمة، لكن سرعان ما بدأت هؤلاء الشركاء وسميهم بدأوا ينسحبون اتباعا نتيجة للمعطيات الثقيلة والكلفة الباهظة، وهنا الكلفة المادية والكلفة الرمزية المعنوية المتمثلة بال يعني الضغط الإقليمي والدولي على كل من شارك بهذا العدوان على الشعب اليمني. لذلك أنا أعتقد النقطة الأساسية اللي الآن السعودية وصلت إليها هي أنه لابد أن يكون هنالك عملية إنهاء لهذه الأزمة، لكنه بشرط أن تكون بحفظ ماء الوجه. يعني عملية الحديث عن تحقيق أهداف الحملة العسكرية للعربية السعودية في اليمن أنا أعتقد هو كلام غير دقيق، غير موضوعي، غير علمي على الإطلاق، لأنه لا يوجد هنالك ربما يعني هدف استراتيجي أساسي حققته المملكة العربية السعودية من حملتها على اليمن في هذا المجال. إذا تحدثنا عن موضوع الحلفاء، هنالك تفكك في عملية الحلف الذي شكل، هنالك ضغط إقليمي ودولي كبير على المملكة العربية السعودية، فضلا عن الجانب المهم اللي أيضا هو يعني إلى ثقل في الميزان، وهو الكلفة الاقتصادية والعسكرية والارتداداتها على الداخل المملكة العربية السعودية من خلال العمليات العسكرية المضادة من قبل اليمنيين والحوثيين على العمق المملكة العربية السعودية بجانبيها الاقتصادي والاستراتيجي. طيب دكتور محمد، يعني إذا لم يكتب لهذه الجولة النجاح، ما يعني البقاء في مرحلة خفض التصعيد، يعني لا أفق واضحة ولا زمن محدد، في هذه الحالة راح نشوف أكو مخاطر في بقاء الحال يأخذ صفة الانفتاح؟ نعم أستاذي الكريم، يعني الأيام القليلة الماضية وخاصة الفترة الماضية كان يوجد بعض التراشق على وسائل الإعلام، سواء الحوثيون أو حتى المملكة العربية السعودية، ولكن كما نعلم بأن ما زال يوجد نية لانفتاح أو فتح هذه جبهة الصراع المسلح من جديد. ولكن خلينا متفقين بأن الولايات المملكة العربية السعودية لا تريد هذا من جديد، بمعنى الفترة الماضية كانت المملكة العربية السعودية ساعية ووسيطة بخصوص بعض التسويات في لبنان، في العراق، في سوريا، في بعض منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط. لماذا أستاذي الكريم؟ لأن لديهم رؤية متكاملة ل 2030، وهذا الذي نشهده في السنوات القليلة الماضية، خاصة هذا العام والعام المنصرم. هذه من جهة. من جهة أخرى لابد أن نتفق أيضا بأن مطالب الحوثيين لا تتفق مع رؤية المملكة العربية السعودية، لأن ما زالت الشرعية هناك في اليمن، وأيضا كما نعلم بأن لا يوجد وفاق ولا يوجد اتفاق، وأيضا يوجد تناقض ويوجد اختلاف بين الحوثيين وبين جماعة الشرعية أو الشرعية هناك في اليمن. هذه أيضا من جهة أخرى لا ننسى أبدا المناطق التي تسيطر عليها الشرعية بخصوص مأرب وشبوة والمناطق النفطية من الدرجة الأولى، هذه أيضا لها أهمية قصوى سواء للطرف السعودي أو حتى الطرف الإيراني والحوثي. هذه نقطة. النقطة الأهم أستاذي الكريم، نعم، الحرب اليمنية كلفت السعودية مليارات الدولارات وخسائر في أمور كثيرة جدا، هذه أيضا النقطة. النقطة الأخرى أيضا لابد لا ننسى بأن يوجد موانئ، وهذه الموانئ بخصوص البحر أو الممر البحري بخصوص اليمن له أهمية قصوى، مثل البحر الأحمر في الحرب السودانية أو في السودان. فكل هذه المشاكل تؤثر على
الممر أو التجارة الدولية لدى المملكة العربية السعودية، فهي تريد حتى أن تكمل هذه الرؤية الاستثمارية والرؤية الاقتصادية أن تحل أولا هذه الأمور الخارجية في بعض الملفات المتداخلة فيها ومتواجدة فيها بقوة. نعم دكتور محمد. من جهة أخرى أستاذي الكريم، أخيرا حتى أختم هذه الإجابة، لابد من التوافق، وأنا أقول لك بأن ما زالت النية متواجدة من قبل المملكة العربية السعودية لإنهاء الصراع، لأن أخيرا أستاذي الكريم المملكة العربية السعودية وضعت الملف اليمني وخاصة التسوية على مدار 3 سنوات أو سنتين حتى يتم حالة الأزمة اليمنية. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد اليمني الباحث في شؤون الإقليمية والدولية، حدثنا عبر سكايب من مصر، والدكتور علي الجبوري أستاذ علوم السياسية في جامعة بغداد ضيفا كريما في الأستوديو أثريت الحوار. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، تابعتمونا وشكرا جزيلا لهذه المتابعة، في أمان الله.